الحكومة شال مسؤوليتها عشان يوقف الفتنة، وأننا أورجانيزيشن السوتي سيفيل ما دور نسكت ساكت ولا نخلو المشاكل لا يزيد. الشدة جاي من بيت، تجينا مشكلة كثير، المشكلة ده بس ما خلى الإقلنا ولو بيتنا مشوا قدام. سببتان شادي آخر من اليوم قدام كدورة مشاكل ده ما في، أنا ندور عافية هنا قدام. الشيف ده اللي تاشا المزير قال بوسبليتي أنا دي أقول يوقفوا، والمزير أنا أقول ما نشار كله أننا قلنا أن تانك سوتي سيفيل لا أننا في ديسيزيون لوشة لا أننا مو خلي الأوتوريتي جوديسير دول ناس الجايك تشريرة خلي يشيلوا مسؤوليتهم. كانوا دورات ديفلوبمون يكون في تشاد ده خلي أي زول يشيل مسؤولية جا عشان نجيبوا عافية، كان عافية جا الديفلوبمون يكون. بكلام تاني قلنا الرجال الدين، الرجال الدين يا مات قاموا هم كل جاي سو التوقيع عشان مشاكل لا بقيف، وقلنا الاوتوريتي تراديشنال مش السلطان والبلامات كله خلي او نحكم عشان هم كله ينادوا كولابوراسيون ادمنستراسيون، والادمنستراسيون ده شون ده ان ذا ريجل الادمنستراسيون ده يزاتك الادمنستراسيون ده جاي في تيتنا الادمنستراسيون ما جاي فوقنا القانون. دونك كان شغل جاي في الادمنستراسيون ده خلي الاوتوريتي تراديشنال اوتوريتي ادمنستراتيف الديفران نيفو يشيلوا مسؤوليتهم عشان سياسة عن الدولة، سياسة عن رئيس الجمهورية إدريس ديبي الدولة يمشي قدام. وعلينا الكواليشن في تشاد دايما أبدا قاعدين فوراو وبطل نقول فوراو عشان ما نخلنا نجيب فتنة في تشاد ده عدنا نهارو بجودنا كله. تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين كازاك لاحظ في الأيام الأخيرة حركات وأفعال يعني ما بتطابق مع القوانين ولمها اللوائح. الأفعال دي قايمين فوق الناس، والناس ده نحن على يقين تمام تابعين أجندة أجنبية. اليوم بلدنا جات فيها أكثر من 200 حزب، فيها أكثر من مئات جمعيات المجتمع المدني، كلهم قاعدين بخدموا زي ما بيدوروا. هناك صحف تقول كلام غير أخلاقي، زول سهلة ما في. ده دليل بوصف كونه ديمقراطية حية في بلدنا موجودة. ده دليل بوصف أن في بلدنا جاء المواطن له الحق يسوي كل شيء بطابق مع القوانين. قبل الديمقراطية الجادين كانوا يذبحوا، الدماء كانت تسفك، لكن اليوم الحمد لله وبمبادرة جبارة قام بها رئيس الجمهورية الأخ إدريس ديبي إتنو بلدنا تمنع بالأمن وبالاستقرار. الأمن والاستقرار ده ما في شيء بيساويه، وناس حسات دايرين إلا البلد دي تمشي لورا، ما لا تمشي لورا عشان مصالحهم الخاصة مالك. أطلب منك الحذر، ما تسمعوا النداءات المخربة دي. نحن وراء الرئيس إدريس ديبي إتنو ليل ونهار. هذا الرجل يراعي للأمن ويراعي للاستقرار، ونساند القضاء اللي هو قائم بحاكم المنافقين والمجرمين. نناشد أخواننا كلهم في الدوائر والحارات والأحياء وفي المدن أكرروا لهم كون الأمن ده شيء مهم، خليه يكرروا لهم للأبناء والأخوان، يكرروا لهم كون الاستقرار ده شيء ضروري. ندفع ثمن أرواحنا عشان البلد دي تعيش في استقرار وفي أمن وفي سلامة.